كل الفعاليات تتم بسرعة. هذا يعني 15 في 10 10 في 15 10 في 15 30 في 45. زين ابدي اول اثنين ما عندهم كرات، الكرات هنا مصفوفة، موضوع كرة هنا وكرة هنا، فيركضون بالتقاطع سريع تقاطع سريع تقاطع سريع تقاطع سريع. اللي فوق أصبح تحت، واللي تحت أصبح فوق بعد ركض التقاطع ثلاث مرات. فعند المربع المستطيل الأخير يهاجم الكرة بالركض السريع، هذا يهاجم الكرة بالركض السريع نفس الوقت، يعمل يسموه إدريبل للمثلث، واحد للزاوية، اثنين للزاوية، ثلاثة للزاوية، يترك الكرة ويركض يروح خلف المجموعة، نفس الشيء هنا. فهذا تحول هنا بعد الأداء، وهذا تحول هنا بعد الأداء، وتدار الفعالية ثمان مرات لكل لاعب. إن بغيت أقل يكون ما في مشكلة، بس أكثر لا، توقف عند ثمان مرات. وعندك لاعبين ستة بستة أوكي، عندك لاعبين سبعة بسبعة أوكي، ما في مشكلة، بس لا تضع عشرة بعشرة، يعني كثير يصير، لأن يصير وقت الراحة طويل، فإحنا نريد وقت راحة مناسب يسموه نسبة العمل للراحة جيدة. طبعا ها شدتها عالية مو سهل، فهاي تمارين بسيطة، هاي تمارين معتبرة للياقة البدنية وأداء الفني، معتبرة جدا جدا جدا، وتكون بكرتين وتكون يعني ما لا يقل عن خمس لاعبين أو ست لاعبين ولا يزيد عن سبع لاعبين في كل مجموعة. شكرا جزيلا.